اختار عدلي منصور رئيسا لجمهورية مصر العربية. هذا الرجل القانوني الذي يعد الرجل القانوني الثاني الذي يأتي رئيسا مؤقتا لمصر. الرجل القانوني الذي جاء في الفترة السابقة كان الدكتور يوسف أبو طالب، وجاء بعد مرحلة الرئيس السادات رحمة الله عليه، والثاني هو المستشار عدلي منصور. يعني استخلص منه عبارتين اعتقد انهم موجهتين العبارتين للشعب المصري، وهو ان نتوقف عن صناعة الطغاة، نحن في مرحلة جديدة، وكذلك عبادة الحاكم التي تخلق منه نصف إله. هذه مواصفات ودلائل شديدة الأهمية يجب أن نستوعبها جميعا. اسمحوا لي أنا أنتقد بحضراتكم باتصال تليفوني بالأستاذ هاني جعفر، رئيس قطاع قنوات الإقليمية وعضو مجلس الأمناء المنتدب. أستاذ هاني أهلا بيك معنا. أهلا بكم. أستاذ هاني، ميثاق الشرف الإعلامي أحد التوصيات الرئيسية لخارطة الطريق. ماذا يعني هذا الميثاق وما أهميته في هذه المرحلة؟ وطبعا ميثاق الشرف الإعلامي احنا بننادي بيه من فترة إن يبقى فيه ميثاق شرف إعلامي يحكم بين الإعلاميين كلهم. الحاجة اللي أنا أحب أوجهها التهنئة للشعب المصري مرتين. التهنئة الأولى عودة الإعلام الحكومي، أصبح إعلام الشعب، إعلام يهتم بالشعب ويعكس إراداته على الشاشة ولا ينتمي إلى فصيل أو إلى حزب أو إلى تيار أو إلى حاكم، بل أصبح الشعب هو محرك الأساسي لهذا الإعلام. وأنا بهني كل فرد وكل زملائي في قطاع القنوات الإقليمية على التغطية الإعلامية الناجحة اللي نقلوا بيها نبض الشارع المصري في جميع المحافظات على جميع القنوات، القنوات الإقليمية والقنوات الرئيسية، القناة الأولى وقطاع الأخبار وقناة النيل الأخبار. وهني وأشكر جميع زملائنا في الهندسة الإذاعية على المجهود اللي بذلوه لنقل الصورة للجماهير. وأعتقد برضو من إن كان جميل جدا من المستشار عدلي منصور إنه يهني الإعلام بعودته إلى الشعب، برضو في كلماته بعد حلف اليمين شكر الإعلام إن كان له دور. وبحب أهني الشعب المصري المرة الثانية على نجاح ثورة تصحيح ثورة 25 يونيو، دي ثورة تمام تصحيح 30 يونيو. تمام دكتور هاني، من المعلوم أن القنوات الإقليمية هي القنوات الأكثر ارتباطا بالإقليم والمواطن، فما الدور الرئيسي الذي نطلبه وتطلبه سيادتك من القنوات الإقليمية في هذه المرحلة؟ هو فلسفة إنشاء القنوات الإقليمية هي أنها تكون تعبير عن نبض الشعب أو نبض الجماهير في كل إقليم. فأرجو أن تعود القنوات الإقليمية، وده اللي شفناه في المرحلة اللي فاتت أو في اليومين اللي فاتوا من 30 يونيو، إنها بتعبر عن نبض الجماهير، تكون هي الناقل بين المسؤول والشعب، تنقل له نبض الشارع وتنقل له همومه واهتماماته، وتنقل لهم بعد ذلك جميع مشاكلهم وتقوم بحلها. فأرجو أن تكون كاميراتها في الشارع وموجودة مع الجماهير. تمام. استطاع الإعلام المصري أن يكتسب مساحة من الحرية وسقف للحريات كبير خلال الفترة السابقة، ودي من أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة. في هذه الآونة، ألا يخضع أو ألا تخضع هذه المساحة إلى ضمير الإعلامي وإلى المستهدف من هذه الكلمات، وبالتالي تلقي بمسؤولية فوق أكتاف الإعلاميين أكبر؟ ما هو ده الميثاق الاعلامي، الميثاق الاعلامي اللي احنا بندور عليه واللي انت كان بدايه سؤالك فيه، ان احنا بندور على المهنيه، ان احنا ما بيحكمناش غير المهنيه، ان احنا بننقل الراي والراي الاخر. وبحياديه وبمهنيه ودون تغريب راي على راي اخر. تمام. من الاجزاء الهامه التي نص عليها خريطه الطريق دون اقصاء، وبمعنى دون اقصاء نحن جميعا نسيج هذا الوطن، اسلامي كان، مدني كان، في كافه الطوائف. هذا يعني ان الخريطه الطريقه الاعلاميه هو ان نفتح افاق الاعلام لكافه الطوائف للحديث بموضوعيه، هدفنا وقضيتنا الاساسيه هي مصر والارتقاء بمصر وشعب مصر. هو هدف هذه هي الاعلام هذا كله، هو الطريق الذي نبحث عنه، ام هناك اضافات حضرتك تحب انت تضيفها لنا؟ ده هو نشكر برضو من خلالكم، احب اوجه الشكر للفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه اللي عبر عن اراده الشعب المصري وقال خريطه الطريق، ومنها ان ما فيش اقصاء لفصيل او اي حد، واحنا كاعلام برضو زي ما قلت احنا بنعبر عن جميع الفئات والطوائف
وما عندناش فصيل يتم احصائه كما جاء في خريطة الطريق. وارجو ان احنا ان شاء الله يعني طبعا نمدكم بمزيد، عارف امكانيات القنوات الاقليميه ضعيفه، لكن رغم هذا الضعف انما استطعنا ان احنا ننقل بصدق الحقيقه وننقل صوره الشارع المصري الى العالم كله. تمام دكتور هاني جعفر، نبتدي ان شاء الله مع حضرتك ونبتدي مع مصرنا العزيزه مرحله جديده نبني بيها مصر، نبني بيها اعلام اقليمي جيد، اعلام مصر جيد باذن الله. نشكرك جدا، وكل سنه وكل مصر طيبه في مرحله جديده باذن الله. مبروك لشعب مصر كله. شكرا لحضرتك. شكرا للدكتور هاني جعفر رئيس قطاع قنوات الاقليميه وعضو مجلس الامناء المنتدب. نستكمل حديثنا مشاهدينا الكرام وبنستقبل ضيفنا العزيز الاستاذ علي عبدو زايد، الكاتب الصحفي والمحامي ايضا. اهلا بك معنا. اهلا الاستاذ علي، بدايه ضيف صاحب مكان، انت لسه ضيف ومشارك معنا من قبل ثوره يناير، واعتقد كانت يعني الترابيزه دي وكان المنصه كانت ترابيزه غيرها يعني، بس كانت في نفس المكان في الاستوديو. من الممكن ان نكون قد بدانا الثوره قبل ان تبدا بالاراء الجريئه التي كنا نطرحها. الان بنستكمل هذه الاراء. اسمح لي اقول الثوره اقيمت لاهداف رئيسيه: العيش، الحريه، العداله الانسانيه، الكرامه الانسانيه. ما حدث خلال السنه الماضيه، ما حدث خلال السنتين منذ بدايه الثوره وحتى الان، انه لم يتحقق مثل هذه الامور. وضعنا وكان هناك امال وافق رمناها على اكتاف الرئيس السابق، ولكن للاسف لم تتحقق. وكان هناك امال وافق للتيار الاسلامي اكثر من التيار المدني، رماها على اكتاف ايضا الرئيس السابق، برضه لم تتحقق. له ما له وعليه ما عليه، لكن لا بكاء على لبن المسكوب. الحديث حول المستقبل وكيف نبني الخطوات القادمه، كيف ترى؟ شوف، انا عايز اقول لك في البدايه ان احنا قدام مشهد تاريخي بطعم الدراما، واعتقد انها مساله مثيره للاعجاب. وانا بقول مش بتدهشني، لاني بتصور ان الثورات واعراضها الجانبيه بتحتاج سنه واثنين وثلاثه واربعه، لانه نتائج الثورات مش وجبه جاهزه بنستدعيها بالتليفون وبندفع ثمنها. انما انا صار ان الثمن دايما بيتعاظم مع الوقت، لان احنا خارجين كنا من تجربه فاشله امتدت لاكثر من 30 سنه. التغير الحقيقي او التجريف الحقيقي كان على مستوى الانسان، مش مستوى البنايات او المصانع او اي شيء مادي اخر. يعني انا اتصور انه الانسان المصري اللي ابتعد عن السياسه لمده 30 سنه او 32 سنه مكره، النهارده ما تدخله في نطاق عمليه سياسيه جديده عليه، في الحقيقه بيبقى عنده مشاكل كبيره جدا، لانه لم يكن يملك جرأته. وانت بتطرح عليه بالجمله بتقول له يلا ادي حريتك، ادي جرأتك، مارسها زي ما انت عايز، في الوقت اللي هو بحكم الاستمرار وبحكم الاعتياد تنازل حتى عن حقه في التعبير عن رأيه، في انه يكون طرف في عملية انتخابية نظيفة، في انه هو يقاوم الحاكم بشكل او باخر. فالاسترخاء للمدد الطويلة الحقيقة اما يولد الانفجار بعد مدة معينة، او يجعلك طول الوقت الحقيقة يعني محبط، بتاكل نفسك لا أكتر ولا أقل. إنما ما انتش ترسي في آلة كبيرة اسمها آلة التغيير. عشان كده الناس اللي بتستهوي إن احنا بعد سنتين لسه بنتحط تاني في نقطة الصفر، فبقول لهم ده طبيعي جدا. وهشرح ليه ده طبيعي، لأن أنا أقول إنه احنا الحقيقة بعد ما قامت الثورة وأدارها مجلس عسكري لا يملك رؤية سياسية، وده مش طعن فيه، وإحنا دايما فرقنا زي ما كنا بنقعد وبنتكلم ما بين الأداء السياسي المجلس عسكري وما بين جيشنا. كان في حالة من التخبط، كان في حالة من عدم رؤية الأحجام بشكلها الطبيعي، سواء كانت طيارات إسلامية أو طيارات مدنية. ما ننساش كمان إن إحنا كان عندنا معارضة منهكة أنهكها مبارك، لدرجة إنها يعني الحقيقة اكتوت بنار الاضطهاد وأصبحت غير فاعلة وغير طموحة. يعني حتى ما احتجتها في الظرف الراهن ده لا اتصور انها تملك كفاءه عاليه جدا. بس انا اختلف في التسميه مع حضرتك انها مجاهده او غير فعاله. يعني ما احنا لا انا بتكلم ممكن اسميها تسميه تانية مختلفه، يعني هي نقول
يعني معارضة إعلانية، نحن أننا لدينا معارضة في فترة ما ما، احنا بنصارح، وإلا ما احنا هات موقف من مواقفها ما هو مثلا احنا صنعته بنتصارح. انا بكلمك يعني عن، بمنتهى انا الصراحة يعني. بكلمك عن العلة، يعني لسه ما اتكلمناش عن العلاج، انما الحقيقة ان انت تشوف المرض وتحط ايديك عليه طبعا ده نص العلاج. عشان طبعا كده انا كمان بعذر المعارضة المنهكة المجهدة التي لم تحقق شيء يعني ملموس في عهد مبارك، وان كانت طبعا النخب استطاعت انها تشكل علامة فارقة في تاريخ مصر وفي مسألة التسوير. الحقيقة لا ننسى ان الافراد القليلين اللي كانوا بيقفوا مع كفاية او مع غيرها او تمام الجمعية الوطنية للتغيير، البعض كان بيتهكم من عددهم القليل، انما دول كانوا بي 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 في نظري بيساووا قاطرة المخاطرة. لان انت عشان تقف قصاد نظام قمعي سابق مع مبارك، اتصور دي كانت بطولة في حد ذاتها حتى لو ما حققتش نتائج. عشان كده انا بقول ان السنتين اللي عدوا احنا قلنا قضينا منهم سنة ضيعناها مع المجلس العسكري الذي لا يملك رؤية سياسية، المجهد بحكم السن كمان. يعني انا لا اتصور ان المشير طنطاوي بتركيبته السنية واعتياده مع النظام السابق ان هو كان يملك القدرة على المغامرة وانه يكون فاعل في ثورة حقيقية. ده على فكرة مش جلد للمجلس العسكري السابق قد ما هو شرح للمسألة. بعد كده الحقيقة برضو مع اننا انتقلنا لدولة مدنية، انما انتقلنا لدولة مدنية عقائدية. وانا النهاردة بتكلم عن الرئيس مرسي، انا مش بتكلم عليه من بوابة ان انا برضو بجلده، انما مش هقول خيركم اعذركم، انما ببص على الدكتور مرسي، ببص عليه منين طالع وقدرته على امتلاك قراره قد ايه ونسبتها قد ايه، وهل هو كان بيمثل نفسه ولا هو كان جزء من الجماعة اللي بتتشارك معاه في تورطة الحكم. وانا لا اتصور ان هو كان حر بنسبة كبيرة في قراره، بدليل الاشارات والدلالات الحقيقة اللي خلتني اراهن مبكرا على ان الرئيس مرسي مش هيقعد. وده الحقيقة يعني انا مش بقوله دلوقتي كنوع من الجرأة قلت عليه، قبل لان كده ده انا قلته قبل كده وثابت بالنسبة لي. انما اما تيجي في الحصاد حتى لو بعد سنة، حتى يقال إن أنه لم يترك للرجل فرصة، لا أنا بقول إن الراجل يعني أول من ظلم هو جماعته الحقيقة. لأنه أنت عارف إنه حتى بعد الثورات، يمكن ميكافيلي اتكلم على القصة دي، يعني حتى هو اتكلم عليها على المستوى السياسي، لا تترك أحد شاركك في الانتصار حتى لا يتساوى معك أو حتى لا يكون ند ليك أو يتشارك معك أو يستولي عليك على السلطة من خلالك. عشان كده بنقول إن حتى مطافة الإخوان مش كفصيل بقى يحمل الدعوة على ايديه، لا يحمل السياسة على ايديه، حصل نوع من التنازع على السلطة. كل كان يحصل بدراعه على جزء من غنيمته، بدليل ان انت لما تراهن النهاردة على التصريحات اللي كانت بتطلع من افراد الاخوان المميزين فيها العريان وغيره، هتلاقين ان احنا بنتكلم عن كل واحد كان بيشكل جزيرة منفصلة، يطلع تصريح باعتباره فاعل في الجماعة وتنكره، ينكره الخصر عليه باعتباره بيعبر عن نفسه في الوقت اللي هو بيمثل الحزب وبيمثل مثلا قائد أغلبية زي العريان في مجلس الشورى. عشان كده لما نتكلم عن السياسة النهارده، تحديدا الاسم اللي سيادتك ذكرته دكتور عصام العريان بتصريحاته الأخيرة تسبب، يعني هو دكتور بلتاجي تسببوا الاثنين في شق غريب جدا، وتصريحات اسمح لي أقول إن هم كانوا في معزل عن الدنيا اللي احنا عايشين فيها. انا اعتقد ان هم دقوا مسامير في نعش الاخوان السياسي. ولهذا طبعا يعني اعرف ان في احد قيادات الاخوان طلع تحديدا على نايل تي في بيعتذر للشعب المصري وبيعتذر للتيار الاسلامي تحديدا، عن معتز بصفته اخواني، عن ان هم لم يوفقوا في اختيار رجل قوي يستطيع ان يقود المرحله الحاليه. ما هو خليني برضه صرحك واقول لك انه انا في رايي، وانا مش عايز اتكلم كتير عن الرئيس مرسي عشان ما حدش يقول لك يعني الراجل بعد ما وقع، وانت عارف ان احنا الحمد ده لله مبدأ اتكلمنا كتير سواء قبل النظام السابق او الاسبق منه، وأدبيا ما ينفعش، وادبيا خلاص وأدبيا يعني ما انا ينفعش. اعتقد الراجل سخط ولا تمارس عليه بطولة على الاطلاق. يمكن انا بتكلم عنه النهارده بتكلم من بوابة التقييم، ولا املك حتى خصومة مع الاخوان. انا حتى ما بتكلم على الاخوان كفصيل النهارده، بقول ان التاريخ اهداهم فرصة
فرصة عمر، ظلوا يناضلوا تحت الأرض لمدة 80 سنة، وحينما اختبروا لمدة سنة خلينا أقول لك ومنتهى الشفافية سقطوا سقوط ذريع، ولا يمكن كان الرهان على استمرارهم في الحكم بدعوى أن الرئيس لم يتمكن من فرصته، أن سنة غير كافية. لا، ده أنا بقول كانوا شهرين ثلاثة من حكم الرئيس مرسي كافيين للدلالة على أن هذه الخاطرة معطلة، هذه الخاطرة لا تحتاج أن تسير العصر لأنها ليست من العصر ولكنها خاطرة متخلفة. ولا نقصد الدكتور مرسي بالتحديد، ده تعبير مجازي. عشان كده بقول لك ان الاخوان النهارده اتصور انه الوضع الطبيعي حتى بالنسبه لهم ان هم يقفوا وقفه موضوعيه. انا بنصحهم، انا بقول لهم انتوا جزء من النسيج المصري، اعذركم في انفعالاتكم، اعذركم في احباطاتكم، اعذركم لان في سلطه طارت ما بين ايديكم كانت سهله جدا. طب اسمح لي بس يعني افصل بين حاجتين. اتفضل. المرشد الاخوان، المرشد العام للاخوان المسلمين، كان قبل انتخابات، قبل الترشح للرئاسه، اعلن اكثر من مره انه لن يتم ترشيح احد من الاخوان المسلمين. ده صحيح. لاننا غير مهيئين لهذه المرحله. ثم كان ما حدث وهو الاخر. بتذكر مقوله يعني الزعيم السياسي العبقري السادات لما كان بيصف خصومه بعد ان تولى بأنهم يمتازوا بالغباء السياسي. برضو أنا مش عايز يعني من الأدب أن احنا لا نذكر يعني مش كل، أنا آسف يعني حاجة يعني بتكتر يعني الانتقادات، ولكن ما حدث بالفعل هو غباء سياسي، ولكن هذا الغباء السياسي موجه إلى القيادات، إلى القيادات الإخوانية وليس إلى شباب الإخوان. كثيرا ما تحدثنا هنا مع شباب الإخوان لأنهم أكثر حماسة وأكثر نقدا مننا لقيادتهم، ولكن في منظومة عمل معينة هي تسببت. فإذا الحوار يعني اسمح لي نحن نقول قيادات الإخوان أخطأت، شباب الإخوان لابد أن يستيقظ ويعيد ترتيب أو أوراقه. أنا من وجهة نظري من أخطأ في اللعبة السياسية فعليه الإبتعاد من الساحة. أكيد. يعني أنا بقول أن فصيل الإخوان عليه أنه يراجع نفسه ويراجع حساباته، وعليه ان هو يقصي قيادات كتيرة هي ظهرت على السطح. اكتر من اضرته كان نفس الجماعة اللي هم بيمثلوها. بقول كمان لشباب الاخوان لازم تقف وتفرق ما بين حاجتين. اذا كنت عايز تكون جزء من الخريطة السياسية المصرية، انت دعوي ولا سياسي؟ انت رجل دين ولا رجل سياسة؟ انا اعتقد انه اللي اضر بالجماعة انها كانت عايزة كل حاجة، عايزة جماعة عالمية، عايزة حزب سياسي، عايزة جمعية. وأنا أتصور أن هذا التغول أضر، أنا بسميه الطمع السياسي، خصوصا أن هذا الفصيل وزي ما شفنا لم يكن مؤهل سياسيا. طب نفس الشيء بالنسبة للدعوة السلفية الكافي. دخل في السياسة ولا آخر. وأنا أتصور حتى النهاردة اللي بيمتدحوا الدعوة السلفية ويعني وبالتحديد النور، أنا بقول أنه بيخطئوا نفس الخطأ وبيراهنوا رهان أعرج على تيار سياسي عقائدي. العقيدة تغلب فيه على السياسة. عشان كده بعمل نوع من التنبيه، فصل إن لازم ننتبه. أنا النهاردة مش هستبدل التيار السلفي بالإخوان، لا، أنا بتكلم عن سياسة. يا إخواني، يا سلفي، يا حزب نور، يا جماعة إسلامية، إذا كنتوا عايزين تكونوا طرف في العملية السياسية فهناك قواعد للعملية السياسية، لا تفرضوا شروطكم ولا قواعدكم العقائدية اللي أعتقد أنها مع السياسة هتفشلوا السياسة و هتخربوا العقيدة. لأنه في الآخر النهاردة إحنا قدام مشهد أسطوري. أنا عندي ناس خدت الحكم وعجزت عن إدارة بلد في حاجاتها الدنيا، يعني أنا أتصور إنه ما قدروش. هكمل مع حضرتك بس أستاذ علي، جزئية الإقصاء وجزئية المشاركة والمغالبة، اسمح لي حضرتك، كنت تطرقت منذ دقائق بأن محاولة الاستئثار بالحياة السياسية كان شكل من أشكال الأخطاء اللي كانوا وقعوا فيها الإخوان طبعا السياسي. ولكن أنا شايف ممكن في مشكلة تانية، وهي النصيحة اللي كان قالها نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا أول ما بدأ الثورة المصرية كانت علامة في تاريخ العالم كله، نصح نصيحة لم ننصت إليها، وهي تعلموا من رسولكم عند فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا تصفية حسابات، احنا بنبني جديد. اعتقد النصيحة دي ما كانتش واصلة. لا، هي ما وصلتش للإخوان.
يعني خلينا اتكلم عنهم كفصيل بقى، مش مستضعف، فصيل كان في السلطه. يعني انت عارف ان انا كنت بتعاطف معاهم سياسيا، كنت بقول الناس اللي عانت ودخلت السجون وطردت اسمح اعوام لي بس، طويله. انا عايز اقول هذه الكلمات يعني ليس نقدا وليس لا، هو النقد. ضربا، ولكن للتعلم من لا الاخطاء. بص اقول لك على حاجه، انا عايز اتعلم من الاخطاء. عايز اقول لك على حاجه، النقد الحقيقه انا اتصور انه مطلوب، يعني يقترب احيانا من الجلد للذات. لابد ان انت تشعر بخطيئتك السياسيه، وانا بقول الكلام ده بقول لك انت عارف تركيبتي ان انا ضد المخاصمه، بالعكس كلنا نتعلم وكلنا نغير اراء، لا يغير رايه الوحيد اللي ما بيغيرش رايه، يعني زي ما بيقول المثل الصيني هو الحمار. فعايز اقول لك يعني ناس ملكت السلطه، انا بستغني النهارده عن تعاطفي معاهم، بالعكس انت مسكت السلطه تغولت فيها، مارست الاخوانه بامتياز مع انك طول الوقت بتنكر ده وبتنكره عليا في ان انا انتقده. الاداء كان اضعف مما تستحمله مصر. يعني انا بقول لك النهارده حتى من يتصور او حتى ما يروج ان اللي عمله السيسي النهارده مش انقلاب، محدش يظلم الجماهير اللي طلعت بعشرات الملايين في الشوارع دي، ها، وينزع منهم مسمى الثوره عشان يقول لي ان فريق السيسي ارى الموقف قرايه سياسيه جيده جدا. انا اتصوره متعلم من اخطاء طنطاوي وخطاياه الفادحه في اداره المرحله العباسيه او اللي كانوا بيسموها انتقاليه، وهي كانت مرحلة انتقامية لا أكثر ولا أقل. أعتقد أن الراجل أرى المشهد تماما، ها؟ كان ليه أحيانا تصريحات مبهمة وأنا كنت بهاجمها، أنا كنت عايز أحدد موقفه، ما كنتش بقول أن الجيش ينزل عشان يغير لنا، لا إحنا نغير والجيش يحمي. أنا أعتقد أنه هو شاف الشارع كويس جدا، لأنه من لا يرى هذه الحشود أعمى، تمام. من لا يرى هذه الحشود أحمق، من لا يساير هذه الحشود ها ويحترمها هو لا يحترم نفسه في المقام الأول. عشان كده ده مش انتقاد. هنكمل ولكن بعد رفع أذان الظهر طبقا للنقاط المحلية والنقاط الإسماعيلية. إلى هذه الجزئية، السياسة لها يعني أساسيات للعبة السياسية، من فشل فليترك الساحة، والآن قيادة الإخوان المسلمين فشلوا في إدارة هذه المرحلة فليتركوا الساحة. موضوعنا حول الشباب، شباب الإسلامي، شباب الطرات الإخواني، الطرات الإخوانية وغيره، سلفي أو غيره، يعني تجديد الفكر، تجديد الرؤية، ونبتدي نبني مجتمعنا ونبتدي مصرنا بالمشاركة لا المغالبة. شوف الحقيقة أنا لا أراهن على الإطلاق في ظل قيادات الجماعة والجماعات الإسلامية، يعني أنا على فكرة ما أتكلم على جماعة الإخوان، أنا بتكلم في عمومية لأن أغلبهم خرج من رحم الإخوان، أنا يعني بتكلم على الجماعات الإسلامية، وبتكلم على الإخوان، وبتكلم على التيار الديني بشكل عام، لم يستطع أن يستوعب أن السياسة شيء والعقيدة شيء تاني، وأنت بتحكم بلد وسطية فيها جزء لا يستهان به. انت بتهمش مين؟ انت بتهمش 15 مليون مسيحي عندك، جزء من تركيبتك، ها، جزء من تسامحك. فانا بقول النهارده لا اعول على هذه القيادات على الاطلاق انها تحدث تغيير داخل جماعتها هي نفسها، لن تكون هي راس الحربة في تطوير داخلي المجتمع المصري. خلينا اسلم لك بانه اكثر سماحه من التيارات الدينيه، ومستوعب استاذ جدا علي، وقابل اسمح لي جدا. افكر الناس وافكر حضرتك باللي راح يعمل عمليه في مراخيره وقال انها حدثت، واللي اتمسك مع واحد على الطريق وقال مش عارف، والكذب الحصري هو يعني للاسف. للاسف هذه الافعال من الممكن ان تصدر من اي مواطن، لكن لما اني مواطن يعني تحت مظله وتحت عباءه اسلاميه يخرج منه هذا التصرف، طبعا فالانتقاد كل الانتقاد لا. هو ما وانت ينفعش. انت تبدو لي طول الوقت كداعيه وتيجي في الاخر تقول لي الحاجات دي مبرره، لان كل الناس، انا مش طالب منك تكون ما ينفعش. ملاك، طيب. انما ما دمت بتمثل او عندك جرأة ان انت تمثل الدين فلابد عليك ان انت تكون قدوه، التزامك قدوه، مضاعف. ان يكون عشان قدوه. كده اجي للنقطه الاساسيه اللي هي الدروس اللي اعتقد ان الاخوان مش هيستوعبوها بسهوله. انا عارف ان هم الدروس، انا اتصور ان هم بيعانوا من هزه ضخمه جدا، بالتأكيد. في حاله انكار شديده جدا. ما حدث من عبث في بعض المحافظات، انا بقول لهم لا يليق بيكم كتيار ديني ان يكون احتجاجكم بالدماء او بالقتل او بالحرق. انا بستنكر عليكم ده لان انتم مصريين في المقام الاول،
أو مسلمين حتى في المقام الأول وبعد كده تكونوا مصريين، لا يمكن بأي حال أن تكون هذه ردود أفعالكم، فشلكم تسألوا عنه، استمرار رئيسكم لفترة أطول من كده كان مودي مصر مش للجحيم، لا ده بيطلعها من التاريخ، كونوا موضوعيين إن مصر حصل لها ممكن تجريف. بالموضوعية، بالموضوعية كله بموضوعية معاك على حضرتك فكرة، أنا بالموضوعية. مش ضد تيار أو مع أنا فاهم، تيار. أنا فاهم. شوف حضرتك، أنا يعني إحنا ابتدينا هنا، وبقول برضو أنا لا أثني فضلا ولا ثناء ولا حق علينا، لكن إحنا كنا بنتفق أن إحنا نقدم الخطاب الموضوعي بما لنا وما علينا، ولا زلنا يعني وبنجعل من المشاهد، لأن إحنا نحترم مشاهدنا، طبعا هو الميزان الذي يحكم، فإحنا بنقدم له رؤية من كلا الجانبين، كل المقترحات، وأنت عليك أن تحكم. أنا لست وصيا على آراء لا أحد، لا طبعا ولا يمكن أن أكون وصيا على أحد، ولكن علشان خاطر يعني نتواصل وعشان خاطر نقول ما لدينا، فلا بد ان احنا نطرح الاطروحتين بمنتهى الامانه والشفافيه. الطار الاسلامي يجد غبه، يجد غضه، هو اكيد متضايق، وده طبيعي جدا، ولكن هل هذا يحجب على الطار الاسلامي ان يرشح مرشحا اسلاميا في الانتخابات الرئاسيه القادمه؟ محدش قال كده. ما تلعب على ده. طب ما هو دعي سعد الكتتني لحضور اللقاء اللي جمع تيارات مختلفة قبل خطاب إقالة الرئيس أو عزله، رفض. وده كان معناه إيه؟ إن هو برضو بيعيش حالة الإنكار، يعني هو يبدو أنه كان غارق في إنكار لا يستفيد ولذلك منه حتى ولذلك يعني. ولذلك في هذا الرأي أقول هذه القيادات، شكرا، أنا خليكم بقول على لا، كف، هي غير مؤهلة شكرا على كف. لا في التأثير على الشباب، على شباب الإخوان، وأنا أعتقد هم لازم ينظروا لشيء جيد جدا من خارج صندوق الإخوان، في ناس إدتكم، ده معناها إنه متسامح، معناها إنه بيديك فرصة، معناها إنه قبلك، عشان كده بقول لك اللي لازم يتغير هو التيار الإسلامي أو المتأسلم، لأنه التيار المدني العادي أو الناس اللي هي ما بتعرفش الإسلام باعتباره النهاردة بيقود دولة اللي هي مسلمة بالفطرة وبمعلوماتها المتواضعة عن الإسلام وبتعرف ربنا بسهولة وبتصلي له وبتصوم له وبتؤدي عبادتها، أعتقد إن هم ما عندهمش هذا التحيز المفرط للدين بالشكل السياسي اللي أنا بسميها تجارة الدين أو خلطه بالسياسة. أنا فاهم كلام حضرتك. عشان كده بقول لك أنا النهاردة بتوجه بخطابي مش انتقادي، ده أنا بقول النهاردة كل كلمة بتطرح بحيادية لصالح الإخوان هي طاقة نور، لازم يشوفوا بجد، لازم يعترفوا بهزيمة واقعية، أنت مش داخل معركة استعادة أرض، ده أنا لازم أتفهم هذا الوضع، أنا أخطأت ليه؟ أنا كنت فين؟ أنا بقول لك بعذرهم لسبب بسيط جدا، أنا أن تلقي بسلطة ضخمة جدا في حجر الإخوان وصلت إليهم بمجهود سهل جدا، أطارت العقول، حتى الرئيس، أنا الرئيس يعني وده كان تعبير ليا ما بين أصدقائي، كنت بقول إن هو كان عنده صدمة رئاسية أن تأتي برئيس أو أستاذ في الجامعة وتضع على قمة المسؤولية، أنا كنت متصور في الأيام الأخيرة كمان إنه حتى الرئيس في خطاباته يصر طول الوقت أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنا الرئيس، وكأننا بننكر عليه هذا المنصب. لا، في حاجة اسمها كمان النهاردة أنا بقول للإخوان المسلمين الكلام عن الصندوق عبث، لأنه الصندوق الخائف كلها قديم، المرتع كلها ما هو ده كل شيء ده قديم. يتم ترويجه حاليا بشدة. أنا عايز احنا بنتكلم لبكرة على فكرة، هو ده اللي بقصده. أنا عايز أعدي، ففي كلمات وأفتكر أنا كنت كلمت حضرتك في مرة في اتصال تليفوني وكنت قلت لك أن زياد الإعليمي كان قال جملة أنا أنتقدها تماما، وأعتقد حضرتك معايا في الرأي دوت، إن احنا هنصده من الشوارع بعد كده. برضو جملة تانية قالها أستاذ مصطفى بكري على الإخوان المسلمين الجرذان، هذه كلمات لا تصح ولا تليق، ولا تليق. شوف تمام، دي واحدة بس، اتفضل. دي واحدة بس، أنت رجل من ميدان التحرير، أنت رجل شاركت في ميدان التحرير أيام كثيرة وكثيرة، وكان هناك يعني لغط بإنكار لحقائق، من ضمن هذه الحقائق اتهام الإخوان المسلمين وشباب الإخوان المسلمين في موقعة الجمل ان هم المتسببون من ميدان التحرير، وانت من قلب الميدان، هل شباب الاخوان المسلمين متهم بهذه الجريمة؟ شوف انا اقول لك شيء مهم جدا، لا ننكر على الاخوان ان هم كانوا طرف الثورة، عشان بس نكون واقعين جدا، لا ننكر كمان ان هم كانوا في الصفوف الاولى في موقعة الجمل بيدافعوا عن الميدان، انا عايز اقول لك ان الصندوق الاسود للثورة ثواني بس يا المصرية فندم، ثواني يا فندم، انا عايز ابني اللي جاي،
إذن أنت الآن تشهد بأنهم كانوا إيجابيين ومشاركين في الثورة. محدش أنكر عليهم ده. كويس قوي. أليس هذا يعني شافعا لكافة التيارات السياسية أن تحتضن مرة أخرى هذا التيار الإسلامي؟ شوف. ونبني مع بعض سويا. شوف أنا عايز أقول لك الحاجة. أنا عارف أن أنت يعني بتفكر في بكرة وبتدفع بالمصالحة كحل أخير، وأنا أقول الكلام ده أكتر حد يستاهل أو استحق أن احنا نوجهه له هو التيار الإسلامي نفسه. أنا بقول لك والله سيبك من بقية الشعب احنا على فكرة مش قدام فصيلين، القياس صعب جدا، انت قدام اقليه اسمها الاخوان المسلمين والتيارات المتاسلمه، وما بين بقيه الشعب المصري، احنا مش بنتكلم عن دولتين، لما كان في خلط دايما. النهارده الاخوان اللي كانوا بيؤمنوا بالحشد وبيقولوا احنا في الميادين، وانا واحد شاهد على كل المليونيات اللي كانت بتتم، انا اذكر ان هم تخلوا عن الميدان في وقت من الاوقات، وان في وقت من الاوقات وانا بالتحديد اذكر هذا التاريخ ما انساهوش ابدا، في 1 ابريل لما طلعنا كلنا وهم امتنعوا لانهم عملوا ترتيباتهم مع طنطاوي المجلس العسكري، تمنينا من الزعل مش من الكره ان هم ما يجوش الميدان، هم ما جوش، لان كنا عايزين نوصل رساله يوميها انه مش انتم بس اللي بتقدروا على الحشد، الحشد ما هوش اداه، التواجد في الميادين رساله ما هوش ضغط، رساله حقيقيه. عشان كده انا عايز ارجعك للي عمله السيسي، يعني لانه في ترويج الحقيقه سيء جدا لمساله انه انقلاب. انا عايز اقول لك النهارده اوباما اعترف انه ليس انقلاب عسكري، الست اللي هي ماسكه السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي قالت لا اللي حصل قدامنا ده ما هوش انقلاب عسكري، لا دي كانت نوع من الرضوخ لإرادة شعبية لناس شايفة مصر بتذهب إلى الجحيم. أنا بتكلم على القيادة، بتكلم عن الأداء، ما بتكلمش عن العداوة. أنا بقول الإخوان فشلوا، أنا بتكلم على الجانب الإداري كمان. أنا بتكلم عن السياسة، ما بتكلمش عن المشاعر. أنا عايز، وأنا في الأول وفي الآخر عايز أأكد على حاجة أنت يهمك أن أنت تسمعها. لا زلت بقرا أن هم فصيل سياسي، بس عليهم أن هم يتخلوا عن أدواتهم وشروطهم وينضموا للعمل السياسي بشروط اللعبة، ما يكونش عندنا مكتب. أنا بقول لك ولا زلت بأطالب ولسه أول امبارح بطالب، أنا بطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين. اللي لم يستطع أي قيادة، إن لم تستطع النهاردة على هذا القرار، أنا بقول لها هنفضل في الحال ده على طول، لأنه محمد بديع كان أكبر من الرئيس، وبتصور إن هو أكبر من مصر. ماذا عن أن هذه الجماعة هي جماعة دولية وليست محلية؟ طب ده خطأ، جماعة هي جماعة دعوة كده، جماعة الدعوة. لا أنا لا أظن على الإطلاق أنها جماعة الدعوة، جماعة طامحة في الاستيلاء على المقادير السياسية وتبني مسألة الخلافة. ده أنت بس، ده أنت راجل عالمي، ده أنت مش عايز مصر بس باعتبارها أصلاح من بين الدولة الإسلامية. أن هذه الجماعة ليست على نطاق مصر فقط، على نطاق دول كثيرة جدا. أنا بقول وبالتالي قرار الحل، هل يستطيع حل الجماعة؟ أنا بتكلم على نشاطها عندي هنا، أنا مش دعوة بقى تبقى دولية إذا كانت موجودة في فرنسا في سويسرا، هم يتعاملوا بمقاييس قوانينهم. أنا بتكلم النهاردة عن حل جماعة، ده مش تصرف إقصائي، لأن أن تخلط أن يكون ليك مرجعية هي المرشد العام للإخوان المسلمين وأنت رئيس مصر، لا تبقى مش رئيس مصر. أن يشاركك أحد في القرار السياسي بخلاف القواعد المتفق عليها كقواعد لعبة سياسية. وأنا ده الرجل محمد مرسي ده أنا بعذره وشديد التعاطف معاه، هذا الرجل المحير ما بين سلطان جماعته وضغط الشارع لا يمكن يكون صاحب قرار. هذا الرجل لا زال بينكر، لو حضرتك شفت خطابه على اليوتيوب، أنا الحقيقة كنت أبكي على الراجل وما وصل إليه من حالة أتمنى أنها لا تصل إلى حالة مرضية، إنكار شديد جدا. لسه بيدعو جماهيره للخروج، لسه بيقول لهم التزموا بالسلمية، كما لو كان بيتصور أن العقارب هتعود إلى الوراء مرة تانية. حشود مين يا سيدي الفاضل؟ وأنا بتكلم عنك بكل أدب، حشود مين؟ بتكلم عنك كرئيس سابق. نتذكر هذه اللحظة الفارقة من خلال البيان الذي ألقاه السيد فريق أول فتاح سيسي قائد عام القوات المسلحة وزير الدفاع الإنتاج الحربي، واللي فيه تم تعطيل حفظ الله مصر وشعبها الأبي الأمين، حفظ الله مصر وهذا الشعب المخلص الذي هو في رباطنا إلى يوم القيامة، ونحن أفضل، اسمحوا لي أن فعلا أقول أفضل شعوب الأرض. من يعي هذه الكلمة عندما يعاشر أجناسا أخرى ويخرج خارج مصر يتيقن أننا أفضل شعوب الأرض، دعنا أفضل، ونتمنى أن تستعيد مصر مكانتها
ويسعيد شعب مصر مكانته، ونستعيد الروح اللي كانت يوم 25 يناير لما كان يطلع الشباب ارفع راسك فوق انت مصري. هذه الروح روح مخلصة تماما وروح عبقرية تماما، وهذه الروح التي يمكن أن نبني بها مصر. عود تاني إلى أهدافنا وهي الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. كيف يمكن أن نحقق هذه الأهداف؟ سؤال بطرحه مش لكاتب صحفي، ولكن بطرحه لواحد شارك في ثورة يناير في الكثير والكثير من الأيام للمطالبة بهذه المطالبات الحقية والشرعية والواجب أن يتم تنفيذها داخل المجتمع المصري. أستاذ علي، ما تحقق عشان نكون منصفين؟ تحقق بعض الشيء في رفعة المرتبات والآخر، وتحققت مشاكل أخرى، لكن كيف يمكن أن أكون مواطنا مصريا أرفع رأسي فوق لأنني مصري داخل مصر وخارج مصر؟ شوف، خليني اقول لك الكلمه اللي دايما بقولها، ودايما الحقيقه كانت في اوقات بتبقى مستنكره، يعني انا كنت في عز العتمه بطلع اقول انا متفائل. ما هوش كان بيع للتفاؤل او تجاره في التفاؤل، انما انا كنت بطرح وبسميه التفاؤل المجاني اللي انا كنت بطرحه. يعني في 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 اكتر الاوقات ظلمة لازم تمسك شمعة، ده حقيقي، لازم تاخد بإيدين الناس، لازم تقول رؤيتك عن قناعة. لازلت لا أملك غير التفاؤل. أنا شايف مصر، وبقول لكل حبايبي واللي بيتابعوني واللي بيكلموني وبيقول لي واللي بيعترفوا لي حاليا بان انت كنت سابقنا، انا مش كنت سابقهم ولا حاجه، بس انا كنت قاري الرؤيه المنطقيه. يعني انا تنبأت بما حدث للرئيس، وكنت بعتبر، وفي اخر عايز اقول في اللقاء اللي هو قبل الاخير، لان انا كنت من يوم ونص على الهوا، انا كتبت على الفيسبوك وقلت ده حتى في آخر لقاء، إن مصر هتشهد ثورة جديدة، وعلى الرئيس إنه إن لم يتغير هو هيغير، وتدخل مصر موسوعة جينيس ريكورد باعتبارها عملت ثورتين في سنتين تقريبا أو سنتين وشوي. وفعلا تحقق. كيف تقرأ عودة النائب العام عبد المجيد محمود مكتبه اليوم؟ أقول لك على حاجة، في عندنا مشاكل كتيرة في الوضع الملتبس، بيتم خلط الأمور بشكل إما عبثي أو مقصود أو في الهيصة، أنت ما بتشوفش الحقيقي. أأكد عليك مع كل احترامي وتقديري، وأنا طرف، أنا راجل قانوني ومحامي، بكن للمنصة القضاء احترام كبير، أو بعتبر أن المهنة دي مهنة مذهلة. يعني أن تكون قاضي فدي مسألة مش سهلة على فكرة، ده شيء مرموق وشيء خطير وشيء غير عادي. إنما خليني أقول لك كمان إن أنا بملك قناعتي وحريتي بإن أنا أصنف الناس بحسب الأفعال بحسب المواقف. أنا بعد ثورة 25 يناير كنت بتصور إن دكتور عبد المجيد محمود لا يجب أن يستمر في منصبه، مش من باب العداوة أو مش من باب إن أنا باخد منه موقف استباقي أو بأقصيه، لا، كنت بتصور أن هناك حرك كبير جدا، هو كان جزء من النظام. وأنا على فكرة لما أتكلم وأقول للواحد أنت جزء من النظام، أنا بكلمش على عموم الشعب عشان ما حدش يقولك ما كلنا كنا عايشين النظام، أنا بتكلم على الكريمة، على صانع القرار، على العدد المحدود اللي انت بتقدر تحصره وتقول الناس دي طرف في سلطة حقيقية. انما ما تيجي لحد غلبان وتقول له ما انت كنت طرف مين، انا بتكلم على الكريمة دي. عشان كده كنت بقول ان انا ما كنتش اتمنى ان هو يستمر مع مصر 25 يناير، وانه يترفع عنده ويخرج ويقول ان احنا بنعيش مرحلة جديدة، اديت دوري، ربي يعلم بما أديته ويحكم عليه. أنت تنتظر هذا التصرف الآن من الشرعي عبد المجيد محمود؟ عبد المجيد محمود جاب حكم قضاء نهائي، فلابد ما دمت بتحترم القضاء ومنصة القضاء والأحكام القضائية، أنا نفسي بقى الدكتور عبد المجيد محمود يعمل حاجة جميلة جدا، يطلع على الهواء يقول رد إلي اعتباري، أنصفني القضاء، عدت نائبا عاما حقيقيا، وأنا الآن بعد رد اعتباري بقول ان انا بنسحب من المشهد وبترك مصر في المشهد الجديد ان تديره كيفما ترى القيادة السياسية. خاصة انه كان مطلبا ثوريا، اعتقد وهو شبع قضى وشبع مناصب، ولا اتصور ان رجوعه كنائب
عام لا يضيف له شيء، بالعكس ده يتم التحسب منه والاحتشاد ليه باعتباره جاي يصفي حسابات حتى على الأقل مع الفصيل الإخواني. وأنا الحقيقة بقول لا، ما ينفعش في القضاء إن إحنا الحقيقة تصفية حسابات. نكيل الاتهامات بالشكل ده. وبقول إن الراجل أكيد أكبر من إنه يعمل كده حتى لو عاد واستمر، إنما أنا مش بدور له على مخرج، أنا بقول المشهد ممكن يبقى أجمل لو هو بشكل عمل ده. كده الحقيقة. أستاذ علي عبد الزايد أشكرك جدا، ونتمنى إن احنا سويا نبتدي بداية أحلامنا وطموحنا من ثورتنا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ونتمنى أن نتحد جميعنا، نتحد جميعنا لتحقيق هذه الأهداف. هو بس لو نحن تسمح لي يعني إذا كنا بنختم، أنا عايز أقول حاجة قلتها عندك هنا، هقول حاجة للدكتور مورسي كان بيقولها هنري كيسينجر: إن لم تكن تعرف إلى أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك. وهناك ده كان بالنسبة للرئيس إنه خارج القصر. عايز أقول حاجة كمان كان جواهر لال نهرو وبكررها، كان بيقول: الواقفون على قمة الجبل لم يهبطوا من السماء، طلعوا الجبل وتعبوا. أول حاجة أخيرة كان بيقولها محمد علي كلاي أما كان بيقول: الأبطال لا يصنعون في صالات التدريب، ولكن يصنعون من شيء عميق في داخلهم، الإرادة. مصر محتاجة إرادة. لازلت على تفاؤلي، أنا شايف مصر البهية الجميلة قدامي حتى ولو لم يتحقق ده في اللحظة دي، إنما أنا علي مليانة بمصر الجميلة، مصر المتحضرة، مصر اللي هنشوفها في سنوات جاية قريبة مش بعيدة، هتكون في وضع أفضل بكتير، وهتبقى دي ذكريات، وهيبقى ده تمن الثورة. ما حدش يستكتر إن إحنا نتعب. أنتوا فاكرين إيه؟ هي الثورات لعبة؟ الثورات دي مش وجبة بتدفع تمنها وتاكلها، أستاذ الثورات علي، تمن أنا وإحنا شايف مكملين أحد إن شاء أختام الله. في الدنيا النظرة التفاؤلية اللي طبعًا، بتقولها. وهظل على ده يا لغاية ما رب أموت. يا رب نتقابل بعد ثانية في هذا التفاؤل بتحقيق الآمال. هعيش لك بكرة عشان أقول لك. مش بعد بكرة، مش قراري بس أتمنى أكون نستنى موجود يوم. هذا الكلام وتحقيقه في أسرع إن وقت شاء الله ممكن. إن شاء الله. بالتفاؤل والأمل نترك حضراتكم، بالتفاؤل والأمل نتمنى من حضراتكم المشاركة في صنع مصر الجديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.